السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية وآخر التطورات الميدانية والاعتداء الصهيوني على لبنان وغزة. رحبوا معي بالأستاذ حسين الجنابي المحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ حسين. مرحبا. وأيضا سينضم إلي عبر سكايب الدكتور ثائر محمد من فلسطين. ولكن قبل البدء نتوقف في فصل. نحن على طول بنقول المهم أنك تلحق الهدف وتعطل الهدف وأن تهزم العدو وتفشل العدو من خلال منعه من تحقيق هدفه. هاي المعاوية، معاوية المقاومة هيك في كل التاريخ، هيك كانت معاوية المقاومة، مقاومة الشعوب. طيب شو الهدف اللي أعلنت عنه حكومة العدو وعلى أساسه فوضت نتنياهو جالنت بالجبهة الشمالية؟ إعادة سكان، هني بتعبيرهم سكان الشمال إلى الشمال بشكل آمن، وزادوه على أهداف الحرب. يعني كانوا أهداف الحرب ثلاثة اللي كانوا معلنين لهم علاقة بغزة، هلأ صار في هدف رابع اسمه إعادة السكان. يعني بتعبيرنا نحن إعادة المستوطنين المحتلين لفلسطين، لشمال فلسطين المحتلة إلى المنطقة الحدودية مع جنوب. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أبدأ معك أستاذ حسين، يعني هنالك أنباء يعني تؤكد أن السيد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفيه الدين فقد الاتصال به من يوم الجمعة، وأن المسيرات تقصف المسعفين ولا يستطيع أحد الوصول إلى تلك المنطقة. ماذا نفهم من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الكرام. بالتأكيد عندما نريد أن نذهب إلى أسباب عدم الوصول إلى مصير السيد هاشم صفي الدين، الرجل الثاني بعد السيد حسن نصر الله السيد الشهيد القائد، هذا يعود إلى عدة أسباب. الأسباب المهمة جدا أن هناك قصف شديد على الضاحية مركز جدا، لربما بالإمكان أن نشبهه بما حدث في غزة أثناء القصف، بداية الحملة العشوائية والقمعية للكيان الصهيوني في قصف غزة. حدث هناك قصف للمدنيين، المجمعات السكنية، للمدارس وللمستشفيات، بغرض تهجير وإفراغ المدينة من السكان المدنيين، ولم يكن فقط هدفا عسكريا. اليوم ما يحصل في الضاحية أيضا لربما يكون نفس الشيء، يراد إلى إفراغ الضاحية من السكان المدنيين. وهذا التركيز الجوي والقصف العشوائي للطائرات المسيرة والمقاتلة وأيضا القصف المدفعي ربما يعني منع من وصول فرق الإنقاذ إلى مكان استهداف السيد هاشم صفي الدين، إضافة إلى أن من الممكن أن تكون هناك إجراءات احترازية للفرق الأمنية أو للجهاز الأمني المرافق للسيد هاشم صفي الدين، في لربما يكون جريحا، لربما يكون حيا يرزق إن شاء الله تعالى. وهذا الإجراء يعود إلى أنه احتياطات أمنية لحمايته إلى أن يتم تأمين مكان آخر له وللقيادة الخط الأول التي تقوم بأيضا أكيد متابعة ما يحصل على الأرض الميدانية والصراع والاشتباك مع قوات العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة. طيب خسارة قادة في حزب الله هل يؤثر على مسار وعمل المقاومة في الميدان؟ حقيقة البناء التنظيمي لحزب الله لم يكن بناء سهلا، بل كان منطلقا من أبعاد استراتيجية وأمور تنظيمية، بحيث وصل إلى مرحلة من المؤسساتية كل شخص وكل صاحب مسؤولية يعرف دوره ومهامه، حتى وإن اختفت أو تلاشت القيادة أو استشهدت القيادة. وبالتالي نحن لا نقول أن استشهاد السيد حسن نصر الله هو شيء بسيط أو لم يكن مملا، بالعكس استشهاد السيد حسن نصر الله ثلمة في سد الشيعة، ثلمة في سد الإسلام أمام القوى الكيان الصهيوني،
وايضا يعني نحن نراقب جيدا الهجمه الوحشيه للكيان الصهيوني والتصرفات الحقيقه حتى يعني لم يلتزم بالقوانين الانسانيه، على الاقل كانوا سابقا هو والدول الغربيه يتسترون بهذه الاقنعه ان هناك حقوق انسان، ودائما ما يفرضون عقوبات اقتصاديه وربما يذهبون الى استصدار قرار مجلس الامن بنشاطات عسكرية ضد دولة ما بحجة أن هناك تعسف لحقوق الإنسان وعدم احترام لحقوق الإنسان. لكن اليوم هم اليوم ما يفعلون، اليوم مناطق سكنية بحتة مدنية، مستشفيات يحرم قصفها في كل قوانين الحرب، لكن اليوم تتجاوز هذه الخطوط الحمر هم والكيان الصهيوني. هو يبرر ذلك على أساس أنه الحزب يخفي أسلحة واعتداء تحت هذه الأبنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. الكل يعرف، الكل يعرف أن حزب الله أقوى وأذكى من أن يخزن أسلحة في أماكن سكنية، حتى الأعداء يعرفون ذلك، لأن هناك بناء مؤسسي، وبالتالي فقدان القيادة لا يعني انهيار في النشاط العملي والتنظيمي والميداني. وبالتالي اليوم ما نراه على الحدود والاشتباك مع قوات العدل الصهيوني حقيقة يبهر ويثلج القلب ويخلق الفرحة لدينا. سنأتي إلى هذا الموضوع، موضوع الميدان وتحرك أبناء المقاومة الإسلامية والنجاحات الكثيرة التي يقدمها في استهداف الجنود والضباط والآليات، ولكن أفهم من كلامك أنه يركز على الأبنية والمدنيين بغية أنه القضاء وتدمير البنية التحتية. بالتأكيد العدو يعني تؤشر نقاط ضعفه عندما يذهب إلى استهداف المدنيين، هذا يعني أنه غير قادر على استهداف المؤسسات العسكرية أو الجنود أو من هو معني بالعمل العسكري. إضافة إلى أن القتال اليوم ما بين جيش الكيان هو جيش نظامي، لكن وبعض المحللين يذهبون إلى مقارنة عسكرية بين ما يمتلكه جيش الكيان من قدرات عسكرية، قدرات جوية وقدرات صاروخية وغيرها من الأمور التقنية. نحن لا نقول أن حزب الله هو أعلى تقنيا من العدو، لكن هناك نقاط يتميز بها حزب الله ومحور المقاومة تجعله في الميدان أقوى من الكيان. الدليل صحيح هناك طائرات عسكرية الاف 35 والاف 16 وغيرها، وأيضا المسيرات والدبابة المركافة التي دائما ما يتغنون بها، لكن حقيقة على الأرض الأمور تختلف. الطائرة الشبح أو الاف 35 لا تستطيع مواجهة المجامع المسلحة التي تتحرك بشكل منظم وتختفي، ولكنها تحمل أسلحة قادرة هذه الأسلحة على مواجهة أي تقدم من أي مجموعة سواء كان سرية أو فوج أو مجاميع من جيش الكيان. وهذا ما نشهده حقيقة على الخط الحدودي اليوم، لم يستطع الكيان عبور الخط الحدودي إلى مسافات بعيدة، بل كان في كل مرة يدخل بها داخل الحدود اللبنانية كان بموافقة من جنود حزب الله، أي من أجل أن يقعوا في كمين. وبالتالي الثلاثة أيام الأخيرة أو الأربعة تكبد العدو فيها ما لا يقل عن 300 قتيل، واليوم أيضا ربما هناك بعض المعلومات تقول هناك أسرى لدى حزب الله من قبل جيش الكيان، وبالتالي هناك المعادلة بدأت تميل لصالح حزب الله. فالمجال كلما يفشل الكيان في الميدان يذهب إلى الاقتصاص من المجمعات السكنية من المدنيين والمستشفيات. البارحة بدأ بقصف مفارز طبية وخرجت ثلاث مستشفيات من الضاحية عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي. إذن هذه المعادلة أمام الاستهتار الصهيوني والموافقة الأمريكية والتفرج الأوروبي على ما يحصل في غزة وفي لبنان، دعونا حتى لا ننسى غزة أيضا هناك عمليات قصف متواصل من قريب السنة، نفس الموضوع ونفس الخطة ونفس السياق اليوم يطبق في الضاحية. فلو هنا وأيضا هناك من يقول على باقي الدول أن تتجنب الصراع، نحن نقول نسأل سؤال موضوعي، لو تجنب العراق هذا الصراع وتجنبت اليمن هذا الصراع وتجنبت سوريا هذا الصراع، هل سيقف نتنياهو عند حدود لبنان وينتهي الموضوع؟ الكل يعرف، الكل يعرف، وهو مخطط كبير وتشترك فيه أغلب الدول، أن هناك نظام عالمي جديد، وهو صرح بذلك نتنياهو
شرح أوسط جديد. شرح ذلك بصورة واضحة وصريحة عندما قال هذه دول النعمة وهذه الدول الشر. هناك نظام عالمي جديد وصفه بأنه هو البوابة الطاقة وبوابة الثروة والغذاء لأوروبا. لذلك ما يفعله اليوم هو نتيجة موافقة وتحالف أمريكي إسرائيلي أوروبي. لذلك عملية السكوت وغض النظر عما يحصل هذا معناه أنه سيتفرد بدولة بعد دولة بعد دولة إلى أن يحقق المشروع العالمي الجديد الذي يطمحون له. لكن حقيقة الأمر نحن لا نقول أن الحرب مع هذا التحالف ومع هذا الكيان هو نزهة. حقيقة سنقدم الكثير من التضحيات، لكن بالنهاية هو سيخرج مثخنا بالجراح وسيأخذ مكانة وقيمة جديدة في المنطقة. حتى الدول التي ستشارك وستدعم هذا الكيان ستنزل مكانتها في المنطقة. إضافة إلى لدينا أن الكثير من الدول العربية بحكوماتهم وبعض المؤسسات الكبيرة في بلدانهم يقفون مع الكيان الصهيوني، لماذا برأيك؟ بالتأكيد حقيقة خلي احنا اكو مسألة مهمة. الكيان الصهيوني عندما نشأ في بداياته وأيضا كان هو من السياقات والخطط التي كان يستعملها الأمريكان والبريطانيين في كل الدول التي يحتلونها، يسيطرون على الأنظمة السياسية، وبالتالي عملية السيطرة على النظام السياسي يؤدي إلى أن تسيطر على الشعوب كتحصيل حاصل. ما حصل في دول محور المقاومة الأمر يختلف. نشأت فصائل مقاومة مثل حزب الله في لبنان، فصائل المقاومة في العراق، في اليمن أنصار الله الحوثيين، في غزة حماس، استطاعت أن تخرج من الخطة السيطرة التي فرضتها هذه الدول على الأنظمة السياسية التي مرة تكون عميلة ومرة تكون مقيدة بمثل اتفاقيات وعهود وغيرها من الاتفاقات الاقتصادية، وربما ضغوطات سياسية، وربما حتى تهديد بالحرب وشن عمليات عسكرية. بالتالي عملية ظهور فصائل المقاومة والخروج بتقنيات واستراتيجيات وتكتيكات حقيقة أذهلت حتى الأوروبيين وأذهلت الأمريكان، لأنهم اليوم حقيقة في حيرة كيف سيتعاملون مع الواقع الجديد، لأنه استمرار الحرب معناها سيدخلون في حرب استنزافية كبيرة جدا. حتى أن الولايات المتحدة وبسبب قرب الانتخابات في الشهر 11 تقريبا 5/11 اعتقد تاريخ اجراء الانتخابات، سيكون هذا الشهر هو يعني خلينا نسميه اعقد شهر، اعقد وقت، بسبب انه الكيان الصهيوني يريد استدراج الولايات المتحدة الى حرب وان تتدخل عسكريا بشكل مباشر حتى يدعم الديمقراطيين في الوصول الى السلطة. لكن هم متخوفين خوفا من أن يدخلوا في المعركة بشكل مباشر مما يؤثر على الرأي العام الداخلي الأمريكي، خصوصا أن هناك تظاهرات كما تفضلت قبل قليل، هناك تظاهرات في أغلب الدول الأوروبية تندد بما يقوم به الكيان الصهيوني. يعني هنالك مسيرة وطنية في لندن أستاذ حسين، هنالك مسيرة وطنية وتظاهرات في لندن يرفعون العلم الفلسطيني والعلم اللبناني، تهدف التظاهر إلى وقف الحرب، نعم، وقف دعم الكيان، محاسبة المجرمين، ووقف العدوان على لبنان. إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه التظاهرات بالرأي العالمي؟ حقيقة احنا في أغلب الدول الأوروبية الرأي العام لا يؤثر كثيرا على النظام السياسي، لكن إن كانت الانتخابات قريبة مثل ما سيحصل في الولايات المتحدة حقيقة سيؤثر على أرجحية الديمقراطي أو الجمهوري. الجمهور الأمريكي أو الرأي العام الأمريكي سينظر كيف تتعامل أو تتعامل الحزب الديمقراطي وخصوصا المرشحة الديمقراطية هاريس التي هي النائبة للرئيس الحالي بايدن، كيف ستتصرف في هذه الحرب، وبالتالي سيؤثر فيما لم يكن منسجما مع رأي الشارع، سيؤثر على مقبولية هذه المرشحة اللي هي كاميلا هاريس في الذهاب إلى الانتخابات. ربما ستحصل متغيرات كبيرة. في فترة من الفترات كان المرشح ترامب المرشح الأول والأكثر ترجيحا في الفوز، لكن بعد فترة ترجحت كاميلا هاريس على ترامب. المتغيرات كبيرة جدا، من يتسبب بهذه المتغيرات هو ما يحصل وسياسة هذه الدول في كيف تتصرف في المنطقة. وبسبب أنه الهمجية
والعشوائية في التصرف ودعم الكيان الصهيوني في المنطقة سيؤدي بتحصيل حاصل إلى هناك نتائج ومتغيرات كثيرة جدا في الرأي العام العالمي في العفو الأمريكي تجاه موضوع الانتخابات. أنتقل إلى الشيخ محمد الساعدي. شيخ محمد، إذا كنت تسمعني، لا أعلم إذا كنت من النجف أو في النجف. شيخ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد، كيف تقرأ الأحداث اليوم في لبنان وكذلك في فلسطين تحديدا في غزة؟ حقيقة قراءتنا لها حقيقة أحداث دامية واعتداءات على مستوى عال من الوحشية والظلم والاسترداد، ولكن معطيات هذه الأحداث جعلت من هذه المقاومة لها من الرد الكبير والثبات على مبادئها وعلى تبنيها للرد على الظلم وعلى الاعتداءات الوحشية التي تكون من إسرائيل، لا سيما أن الشعب متلاحم في لبنان والشعب متلاحم في غزة، ونرى هذه الأيام تسطر أعلى درجات من التضحية والملاحم الدفاعية والصبر والثبات على ما يجري من وحشية وهجومات متوالية على الضاحية وعلى الجنوب وعلى البقاع ناسيما وكذلك على غزة. فاليوم نحن نتأمل بأن تكون هناك نجاحات على الأرض إن شاء الله تعالى، وتأييد عام من الدول العالمية الأخرى لما ترى وتسمع من مدريات على الأرض وما يجري على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وخدمتكم. نعم نعم. وبالتالي شيخنا، وبالتالي ما هو يعني المطلوب من أبناء الشعب العراقي وكذلك أبناء الشعوب الحية في كيفية التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني؟ اليوم المطلوب حقيقة ما وجهت المباركة بأن لا بد من مساعدة هذا الشعب على معاناته من تقديم المساعدات المادية والغذائية، هذا على رأس ما هو مطلوب الآن، لا سيما كذلك المطلوب أن يرفض هذا الشعب بالمساندة والتأييد من قبل الشعوب الحية، من قبل الشعب العراقي والشعوب الحية حقيقة، ولا سيما الشعب العراقي معروف بمواقفه التأييدية للقضايا المهمة المصرية في الشعوب أو ما يجري على الشعوب المضطهدة، ولا سيما على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. اليوم المسؤولية على عاتقنا تتغير عن المسؤوليات في باقي الأيام، تشهد لبنان، تشهد غزة أعلى درجات من الحرب، أعلى درجات من الاستهداف على المستوى البشري وعلى المستوى المادي وعلى مستوى البنى التحتية، هذا يحتم على تلك الشعوب الموقف الصريح والواضح اتجاهي تلك الأعمال التي تقوم على مستوى الإقامة الرفضي في إعلان وإقامة المظاهرات، هذا على مستوى الشعوب، لا سيما من يستطيع بأن يساند الشعب الفلسطيني واللبناني على المستوى المادي والمعنوي واللوجستي فلا يتوانى عن القيام بهذا العمل لما تحتمه المرحلة الآنية حقيقة. طيب، هنالك تظاهرات أيضا اليوم في لندن وكذلك في فرنسا كلها تطالب بوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه التظاهرات برأي العام العالمي؟ حقيقة المظاهرات يعني اليوم قد يكون استجدت، وهي بالأمس قريب كانت هناك مظاهرات رافضة للاعتداء على غزة والمطالبة لإيقاف الاعتداء الإسرائيلي على غزة، هذا حقيقة ما يؤثر للأسف الشديد أراه على مستوى منخفض ولا يتناسب مع حجم المشكلة والقضية وما يجري على الأرض في غزة وفي لبنان على المستوى الحكومي وعلى المستوى الأممي على المستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى منظمات الإنسانية في العالم، نجد هناك سكوت مطبق أمام ما يجري حقيقة. هذه التظاهرات سوف تؤجج الآراء الشعبية، تؤجج الآراء الحكومية لدى تلك الحكومات وتلك الدول، مما يرتجى بأن هناك سوف تكون أو تتمخض مواقف رسمية من تلك الحكومات لتلك البلدان التي كانت فيها تلك المظاهرات يتناسب أو شيء مما يتناسب مع المطلوب من تلك الحكومات، ولكننا نرى عندما قامت الجمهورية الإسلامية بالرد والرد على اعتداء إسرائيل باغتيال إسماعيل هنيه رضوان الله تعالى عليه واغتيال سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه،
نجد ان اكثر الحكومات اتخذت موقفا مناوعا للجمهوريه الاسلاميه وطالبت سفاره الى الجمهوريه الاسلاميه، وراينا منهم المواقف الكثيره، ولكننا للاسف الشديد لم نرى تلك المواقف كانت امام الاعتداءات التي كانت وتكون وهي مستمره على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني. نعمل بهذه المظاهرات ان شاء الله تاتي باخرها، تاخذ بمستوى الوعي في الشارع في تلك البلدان وعلى مستوى التاثير على تلك الحكومات واتخاذ المواقف المناسبه والملائمه ان شاء الله. اذا كان معنا الشيخ محمد الساعدي من النجف، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. شيخ محمد شكرا جزيلا لك. والعوده اليك استاذ حسين، يعني قبل ان اسالك سيدي الكريم توقف في فاصل وراجعين. فاصل مشاهدي الكرام ونواصل. ايا تكن التضحيات، ايا تكن العواقب، ايا تكن الاحتمالات، ايا يكن الافق الذي تذهب اليه المنطقه، المقاومه في لبنان لن تتوقف عن دعم ومسانده اهل غزه واهل الضفه والمظلومين في تلك الارض المقدسه. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. استاذ حسين، يعني السيد نصر الله رحمه الله عليه كان يركز دائما اذا ما حصل اي شيء لن يزيدنا الا قوه وصلابه وحضورا في الميدان، وكانه هو يستقرئ المستقبل. دائما يتمسك ابناء المقاومه بنهج ودماء السيد حسن نصر الله. بالتاكيد شوف التربيه العقائديه التي تربوا عليها، وكان هو هرم هذه التربية العقائدية السيد الشهيد حسن نصر الله. قوم استطعموا الشهادة على الحياة، وفهموا فلسفة الحسين، وفهموا معركة الطف، وبالتالي هذا الفهم والإدراك الاستراتيجي بحيث فلسفوا هذه المعركة، معركة الطف، وفلسفوا أيضا دور الحسين سلام الله عليه إلى استراتيجية وإلى خطة بناء وإلى رفعة، وأن يكون هم سادة المنطقة لا أن يكون الكيان الإسرائيلي الذي جاء وسمي بالغدة السرطانية. بالتالي هذه المبادئ العامة وهذه العقائدية التي يمتلكها السيد وقادته في هذه المواجهة، وفي على اعتبار أنه عندما نشأ هنا نشأ أمام عدو، والعدو يمثل التقنية الأوروبية والعدة والعدد والخطط والاستخبارات والمعلومات الاستخبارية بشكل كامل، ويمثل أعلى التقنيات. ولكن لحد الآن لا مكاسب سياسية، لا مكاسب على أرض الواقع. نعم. الآن القدرة النارية لدى أبناء المقاومة عالية جدا. أحسن. والمسافة صفر. أحسن. في الميدان، وهنالك استهداف كبير. صح. لجنوده وضباطه. اليوم إعلام العدو لحد الآن يقول أنه حزب الله أطلق أكثر من 110 صاروخ منذ الصباح. هذا اليوم فقط. معناها الحزب لا زال يمتلك القدرة على المبادرة في الميدان. معناها أن الجيش الكيان لا زال على الخط الحدود ويناور كيف يدخل حتى يحقق نصرا. لحد الآن هو يعطي قتلى، وربما أعطى حتى أسرى، والقبة الحديدية التي كان يتغنى بها هم يناورون اليوم مع القبة الحديدية بصاروخ قيمته ما لا يزيد عن 800 دولار، بينما الصاروخ الواحد للقبة الحديدية ما بين 40 إلى 50 ألف دولار. يعني هذه الاستراتيجية في استنزاف العدو اقتصاديا. لو فرضنا أن هناك 100 صاروخ أطلق، مثلا اليوم أطلق 100 صاروخ 110 صاروخ، يعني كم صاروخ من القبة الحديدية التي يتغنى بها العدو أطلق؟ كم مليون دولار؟ 3 مليون دولار؟ كم سيستمر العدو في المواجهة العسكرية؟ إلى أي حد؟ إذا بقى حزب الله محافظا على هذه القدرة النارية وعلى هذه القدرة في المناورة والتكتيك اليومي، بحيث عندما نتابع بعض المعلومات التي تردنا، على الرغم من أن هناك تعتيم كبير جدا يحافظون على سرية الميدان، يعني هناك يوميا تكتيك جديد يناورون به
أمام العدو، وبالتالي اليوم العدو عاجز عن إيجاد ثغرة في اختراق خطوط الصد لمقاتلي ومجاهدي حزب الله. طيب، إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ لأبناء المقاومة الإسلامية باتجاه العدو، من يستنزف من؟ الكيان الصهيوني يستنزف حزب الله أم حزب الله يستنزف الكيان الصهيوني؟ حقيقة شوف، احنا نرجع ونقول انه هي حرب، لان احنا دخلنا في حرب، الحرب هناك اكيد خسائر، لا يعني انه هي في نزهة، والكيان الإسرائيلي يتكبد الخسائر وجبهة محاور المقاومة لا تتكبد الخسائر، لا هذه حرب. واذكر كلمة للسيد حسن نصر الله، قال هذه الحرب قبل تقريبا 6 أشهر، قال هذه الحرب هي معركة تسجيل النقاط، يعني اليوم عندما يحقق هدف غدا يحقق جبهة محور المقاومة، وبالتالي ما حصل قبل يومين من إطلاق المسيرة من العراق باتجاه أراضي الكيان كانت هي حسب بعض المعلومات طائرة متقدمة جدا، وبالتالي أحدثت عمل وتكبد العدو خسائر كثيرة ما يقارب من 20 إلى 25 ما بين قتيل وجريح. إذن القضية الاستنزاف هي موجودة، المشكلة في اليوم المصانع التي توقفت والحياة المدنية التي توقفت في فلسطين المحتلة، إلى متى يبقى وإلى أي يمكن أن يصبر ويتمكن من مراعاة كل ما يحدث في الساحة؟ هناك الصاروخ الواحد للطائرة المقاتلة التي تضرب على الأهداف الحساسة 3 مليون دولار، القبة الحديدية من 40 إلى 50 ألف دولار، صاروخ الباتريوت في القبة الحديدية في العفو صاروخ الباتريوت في القبة الحديدية يكلف 3 مليون دولار. فمبالغ طائلة نحن نواجهها بأسلحة رخيصة جدا. عملية الإشغال والتكتيك والمناورة أحدثت ثغرات كثيرة في القبة الحديدية، مع العلم أن نسبة النجاح، وهذا وفق تقرير أمريكي، أن منظومة الباتريوت حققت نجاح بما يقدر من 60 إلى 65%، هذا في الحالة الطبيعية، لكن إن كانت هناك عملية صواريخ بدفعة واحدة لغرض الإشغال من الصواريخ الرخيصة الثمن، وتطلق معها دفعة أيضا من الصواريخ الدقيقة لوصول حتى تصل إلى أهدافها بدقة، يعني هناك تشتيت اقتصادي وأيضا مناورة عسكرية ودقة في استمكان الهدف، هذا كله سيجعل العدو في حيرة، كيف سيتصرف مع حزب الله بهذا التكتيك وبهذا المناورة. اليوم الفصائل الفلسطينية بغزة تقول لا اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وفتح المعبر، ما زالت المقاومة الفلسطينية تضع شروط. تأكيد هذا هو الشرط السيد حسن نصر الله، لا تتوقف الحرب إلا بتوقف الحرب على غزة والانسحاب وفتح المعابر. وفتح المعابر أكيد بالتأكيد سينتج عن فتح المعابر الانسحاب. أيضا أكدت أن معركة طوفان الأقصى أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني وكشفت حقيقته، بالتالي الشعوب العربية عندما تقرأ مثل هكذا مانشيتات وهكذا تصاريح لماذا لا تتفاعل وتقدم رأيها وتتظاهر على أقل تقدير، تقدم موقف؟ يعني شوف، بالنسبة حقيقة ما تفضلت به، الأوزان القوة في المنطقة تغيرت. يعني سابقا قبل طوفان الأقصى، وخلي نرجع قبل ما أكثر من 2 إلى 3، الكيان الإسرائيلي رقم 1 كقوة عسكرية في المنطقة، مع العلم أن هناك تغير صار في 2006، لكن لا نذهب إلى الأوقات البعيدة، لا قبل 2 أو 3 كان رقم 1. اليوم عندما غزة تحولت إلى أن تصمد بوجه الكيان لمدة 1 سنة كاملة، ولغاية اليوم لم يحقق أهدافه في إخلاء واستنزاف القوة العسكرية لحماس وإنهاء الوجود العسكري لحماس، وهذا هو الهدف الذي أعلنه نتنياهو منذ بداية المعركة ولم يتحقق لسنة، مع العلم مع أخذ بنظر الاعتبار أن القوة العسكرية والتكتيكية والقدرات المعنوية لدى حماس هي ليست بمستوى ما يمتلكه حزب الله، إضافة إلى أن الاستراتيجية العسكرية التي يتعامل بها الكيان هي أشد مما موجود في لبنان، على اعتبار أن الغزة مغلقة من كافة الجوانب، حتى أن المعبر الحدودي على مصر تم إغلاقه بالكامل ومسيطر عليه من قبل الإسرائيليين. وما جذب يعني لفت انتباهي حقيقة الكلمة للسيد حسن نصر الله في بداية الحلقة،
يقول نفشل العدو من خلال منعه من تحقيق الهدف. لحد الآن ما حقق أهداف العدو، صحيح قدمنا خسارة لكن العدو ما قدر يحقق أهدافه لحد الآن. وهو أيضا أحد أهداف إعادة سكان الشمال، لحد الآن لا يستطيع إعادة سكان الشمال، بالتالي العدو عاجز عن تحقيق هدف من الأهداف التي أعلنها، وبالتالي هو في حرج حتى أمام حلفائه وأمام المستوطنين، على اعتبار أنه سوق وخلنا نقول رجح عملية العمل العسكري من أجل تحقيق أهداف على أرض الواقع، لم يستطع تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي سيتراجع شعبيته مرة أخرى بعد منعه من تحقيق الأهداف، والفترة تكون طويلة. طيب بالعودة إلى موقف الجمهورية، كيف قرأتم زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان في ظل هذا الوقت؟ تحدي كبير. تأكيد، شوف هناك تحديات كبيرة جدا تواجه موقف الجمهورية الإسلامية، على اعتبار أنه هي الراعية في هذا المشروع، مشروع محور المقاومة، وإضافة إلى أنها تحاول أن تلعب دورا محوريا. البعض يستشكل على لماذا لا تدخل بعمل عسكري بشكل مباشر. نقول إحنا لو دخل العراق بشكل يعني مباشر عسكريا، ودخلت الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر عسكريا، وحزب الله دخل بشكل مباشر عسكريا، نحتاج إلى من يلعب دورا وسطيا بين هذه كل الأطراف، وبالتالي عملية الردع التي يلعبها الدور العراق والتي تلعبها الجمهورية الإسلامية في هذه المعادلة عطلت الذهاب إلى حرب شاملة، والكل يعرف يعني تبعات هذه الحرب الشاملة والأبعاد الخطيرة لهذه الحرب الشاملة. وبالتالي الذهاب وزير الخارجية إلى لبنان في هذا الوقت أيضا يعطي وكأنه هي ضربة كالصواريخ التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية في قبل 3 أيام أو 4 أيام باتجاه أراضي الكيان. هذا التحدي الكبير، الدبلوماسية الواثقة، الدبلوماسية الحادة، والدبلوماسية الجريئة التي بحيث أنه دخلت إلى الأراضي اللبنانية على الرغم من تحدي أو تهديد الكيان الصهيوني، وكانت أيضا مرافقة حسب بعض المنشورات أنه كانت ترافق طائرة الطائرة حتى لوزير عفوا الرئيس الإيراني طائرات مقاتلة، وبالتالي هذه الزيارة أيضا لقطر هي ربما تأتي للعب دور محوري في وقف إطلاق النار، على اعتبار أن قطر دائما ما تلعب دور الوسيط بين كل الأطراف في المنطقة في الدول الإقليمية والدول الأخرى كالولايات المتحدة وأيضا الكيان. بالتالي هذا أعتقد لها أبعاد سياسية كبيرة جدا وأبعاد دبلوماسية، لربما سنشهد يعني تبعاتها أو العفو تجلياتها في الأيام القادمة إن شاء الله. اسمح لي أن أنتقل إلى سماحة الشيخ يوسف العرزال من البصرة. شيخ يوسف السلام عليكم، إذا كنت تسمعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي، موجه عليك وعلى مستمعيك ومشاهديكم الكرام. سمحت الشيخ، يعني ما هو وقع استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله في قلوب جميع المؤمنين وكذلك الأحرار في العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. عليكم السلام. لابد أن نقدم التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الطلعة البهية ومنقذ البشرية والأمة الإسلامية، وإلى جميع فصائل المقاومة في العالم الإسلامي. اليوم رحيل قائد من قياداتنا المباركة حجة الإسلام والمسلمين، القائد الفرد السيد حسن نصر الله، أدمى قلوب المؤمنين. ولكن كما تعلم السادة المبتز والمجاهد الكريم والمستمع الكريم، إن أهل البدعة كما على التحية والسلام خط وخط، ألا وهو القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. نعم لنا حزن على فراق هذا العالم الجليل المبجل الكثير، ولكن إن الإمام الحسين روحي له الفداء غرس لنا شجرة مباركة، وهذه الشجرة لابد أن تسقى، ولا تسقى هذه الشجرة إلا بدماء الشهداء الطاهرة. واليوم ونحن في كل فترة من الفترات نودع ونعطي
دماء زاكية سبق وأن أعطينا الشهيد عباس رحمة الله عليه والشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد وشهيد المحراب وجنابك الكريم أعلم مني بهذه. فلذلك يجب علينا أن نكون مصداق وحقيقة ما نجد من الله سبحانه وتعالى خير، وما يصنع به الباري عز وجل لنا إنه خير ورحيم. سماعة الإمام والقائد ما هي إلا هذه فرحة كبيرة عارمة نالها في يوم من الأيام. جاء الحاج أبو مهدي قال طلبت من المرجع أن يدعو لي بالشهادة، فقال أبا مهدي الشهادة رزق ورزق كبير لا يقصه إلا ذو حظ عظيم أن نطرح بهذه الشهادة، ولكن لنا فراق وهذا الفراق عزيز علينا. اليوم الأمة أصحت بهذه الدماء وبهذه الضربة اللعينة من اللوب الصهيوني والأمريكان الذين طغوا في الأرض وعادوا فيها فساد، والجميع يعلم بأن أمريكا الشيطان الأكبر أينما حلت حلت معها الفساد المبدئ. ولكن من خلال إذا كنت تسمعني شيخ عزكم الله تسمعني؟ نعم نعم نعم. كيف تقرأ الموقف الأمريكي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ مرة هي تقول نحن نريد يعني تخفيض التوتر، مرة أخرى نأتي بأسطول وبضعة آلاف، مرة أخرى بايدن يصرح أنه أنا لو كنت مكان إسرائيل لما ضربت المنشآت النفطية في إيران. يعني تصريحات متناقضة، تبادل أدوار، مواقف غير مفهومة. بيض الله وجهك أستاذي المبشر، سؤالك وجيه وطرح مبارك. أعلم ونحن جميعا نعلم بأن أمريكا الشيطان الأكبر ولا تريد استقرار للعالم، وأينما حلت أمريكا حلت معها اللعنة والدمار والسقط. فاليوم أمريكا تقادل جميع الأطراف بهذه الطريقة، وطريقة حقيقة نتنة أدرة، لأن الأمريكان أيدوا وساندوا إسرائيل وأعطوا إسرائيل، وإسرائيل هذه الغدة السرطانية التي زرعت لضرب الإسلام. ولذلك يجب على كل مؤمن كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه، لو كل مسلم ألقى على إسرائيل سطلا من الماء لزالت من الوجود. ولذلك اليوم نحن نعيش هذه الأيام أيام الفتن، وأنا من قناتكم ومن منبركم المبارك أقول إلى جنابك وإلى المستمع الكريم والمشاهد الكريم إن إسرائيل على زوال بإذن الله، ونحن نعيش هذه الأيام أيام الإمام المهدي روحي له الفداء، وإن الإمام قادم لا شك ولا ريب، وسيعلم الذين ظلموا وأيدوا وقطعوا مع الكيان الصهيوني سينالون اللعنة الأبدية، وإنهم قد خرجوا من الملة، وإنهم ساروا على نهج نتنياهو هذا اللقيط، وعلى من سار بهذا المسار لضرب الإسلام في الصليب. أنا أشكرك جدا سماحة الشيخ يوسف العرزال من البصرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. أستاذ حسين، يعني ما ثقل تأثير الحرب الدعائية والإعلامية على نفوس وقناعات أبناء المقاومة؟ بالتأكيد اليوم جذبني أحد الأخوان نشر قال لا تركت ابني أمام القنوات العربية ورا 6 أشهر أجي ألقى متطوع بالجيش الإسرائيلي، لأن عملية الإعلام بصراحة تطور في العالم. بدأ هو يخلق الرأي العام، لم يترك لحالة الحالات العفوية. بالتالي عملية المواجهة صحيح هي مرة تكون عسكرية ومرة تكون أيضا دعم اللوجستي والتعبوية. أيضا صناعة الرأي العام اليوم مهم جدا، لأنه الرأي العام هو يمثل الجبهة الداخلية لمحور المقاومة. بالتالي يعني العمل على هذا صناعة الرأي العام مع الأخذ بنظر اعتبار المصداقية والشفافية في التعامل كل ما هو مخاطر يحيط بالأمة العربية والأمة الإسلامية من مخاطر.
حتى نستطيع أن نخلق قناعة موضوعية لدى المواطن العربي وحتى المواطن الغربي. يجب أن يستهدف على اعتبار أن هناك أيضا رأيا ضاغطا على الدول الغربية المشاركة في هذا الحرب ضد الإسلام والمسلمين. لذلك تأتي أهمية الحرب الإعلامية ليست هي أقل من الحرب العسكرية، بل أنا أعتبرها هي عملية تهيئة للحرب العسكرية أن تكون هناك حرب إعلامية حتى يخلق الرأي العام وتكون الجماهير داعمة لا ناقمة، مساعدة لا تضعف الجبهة الخارجية. هذا تحدي كبير جدا، ومن سيطر على الحرب الإعلامية أعتقد أنه قد حقق انتصارا عسكريا بما يقارب 60%. طيب، بالعودة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرأ موقف الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يحصل الآن؟ شوف، موقف الولايات المتحدة حقيقة هي لا تريد الذهاب إلى حرب مباشرة، لأنها تعرف تبعات هذا الموضوع والخوض في لكنها دائما تعمل على تشجيع إسرائيل في هذه المرحلة. في هذه المرحلة الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب شاملة، لأنها لا تستطيع مواجهة 5 دول من دول المحور أو 6 من دول المحور، لأنه مستنقع صعب جدا، وبالتالي هي تدرك أن واجهت هذه الدول ستؤدي إلى يعني خسارتها لوجودها في آسيا. لذلك لكن الكيان الإسرائيلي بدأ يشعر بتهديد وجودي، مما اضطر إلى أن يحاول خلق حرب كبيرة في المنطقة، ولعدم قدرته ولإيمانه أنه غير قادر على مواجهة هذه الدول يريد استدراج الولايات المتحدة في هذه الحرب، لأنه غير قادر لا عسكريا ولا اقتصاديا. لذلك يحاول استدراج الولايات المتحدة واستدراج بريطانيا لهذه الحرب. في الفترات الأخيرة هناك ضغط حتى على الحزب الديمقراطي، ضغط حتى على الحزب الجمهوري. من يستدرج من؟ الولايات المتحدة تستدرج الكيان أم الكيان يستدرج الولايات المتحدة؟ سيما وأن خطاب المرشد الأعلى قال أن هذا الكيان جعل منه أن يكون بوابة لامتصاص قدرات وثروات المنطقة. نعم، هذا الموضوع حقيقة بأكثر من وجهة نظر وفيه أبعاد كثيرة جدا. إذن هو اتفاق وتبادل الأدوار. نعم، نقدر نسميه تبادل الأدوار. لكن في هذه الفترة على الأقل في هذه الأزمة الإسرائيلي الكيان، حكومة الكيان تريد استدراج الولايات المتحدة للحرب حتى ترفع عنها الضغط الحاصل وتنقل المعركة من الجوار إلى دول أخرى حتى تغوص فيها الولايات المتحدة وتحاول أن تجعل من مناطقها مناطق آمنة أو على الأقل تبعد خطر. ولماذا لا نقول أن هنالك اتفاق بين الكيان وبين الولايات المتحدة وربما فرنسا ودول أخرى بغية تغيير هذه المنطقة، وحسب ما قالوه أنه شرق أوسط جديد إلى غير ذلك من الأمور؟ نعم، أذكر أنه لم تحصل موافقة الولايات المتحدة على شن حرب على لبنان إلا بعد ذهاب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي وإلقاء الكلمة، وبالتالي عندما رجع من هذه الزيارة أصبح هناك تحول كبير في مواقف الكيان، مما يعني ذهب إلى يعني معناها أن هناك موافقة مبدئية من الولايات المتحدة من اللوبي اليهودي الموجود في الكونغرس الأمريكي، بحيث أعطاه كل الدعم في الاستهتار والتمدد على الدول المجاورة للكيان. إذا ما اعتدي على إيران من قبل الكيان الصهيوني كيف سيكون الرد؟ بالتأكيد الولايات المتحدة وضحت موقفها أنها سيكون ردا كبيرا جدا وقاسيا، وأعلن السيد الخامنئي في خطبته البارحة أنه أن إيران تمتلك القدرة على محو تل أبيب، وبالتالي أي تصرف أي استهتار من الكيان الصهيوني سيكون الرد أقسى وأكثر بلاغة من الرد السابق. وهذا ما يعني المحاولات الصهيونية من أجل أخذ المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. نعم، شوف الكيان الصهيوني يعني ذكرت قبل قليل أنه بدأ يشعر بتهديد وجودي، يعني نهاية الدورة في المنطقة. يعني هناك دول أصبحت قوية، الصواريخ محيطة بالكيان من كل جانب، من سوريا، من لبنان، من العراق، الجمهورية الإسلامية أصبحت قوية، الأنصار الله الحوثيين سيطروا على البحر الأحمر، وبالتالي أصبح وكأنما هو دولة ضعيفة
تسيطر عليها هذه الدول التي هم يعتبرونها دول ضعيفة لا يمكن لها أن تنهض وأن تبقى تستند قدراتها وثرواتها من النفط والمعادن وغيرها لصالحهم. وهو ذكر نتنياهو أنه يراد من هذا النظام الجديد أن يكون بوابة للثروات والسلات الغذائية لأوروبا وغيرها من الدول التي هي فقيرة من ناحية الثروات وأيضا السلة الغذائية. نشكرك جدا أستاذ حسين الجنابي محلل سياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية، وأيضا شكر موصول إلى سماحة الشيخ محمد السعدي، وشكر أيضا لسماحة الشيخ يوسف العرزال من البصرة. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأنتم مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا دائماً.